لابد تعرف مكر الأعداء. السيرة دي يا أخواننا الناس بيقروها باعتبار قصص كثير من الناس، لكن السيرة هي الإسلام العملي. السيرة ليست مجرد قصص تروى وحكايات يتندر بها الناس ويقضون بها الأوقات ويفرقوا بها، لا أبدا. السيرة هي الإسلام العملي. كويس، لو لاحظت لوضع الدعوة في مكة كان كيف؟ انتبهوا للمسألة دي مهمة جدا. وضع الدعوة في مكة كان الصراع بين الحق والباطل واضحا. الصراع كان شنو؟ كان واضحا. طيب الصراع كان شنو يا اخواننا؟ كان واضحا. هل كان في نفاق في مكة؟ ما كان في نفاق في مكة. النفاق كان وين؟ في المدينة. أيوة. إذن نفهم من ذلك أن الدعوة أيام ما تكون مستضعفة فالصراع يكون على ما كان عليه الوضع في مكة. ما تقول لي خلاص لا العهد المكي ده انتهى، لا 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 لا. ابن تيمية يرى أن السيرة لا تتناسخ. يعني شنو ما بتتناسخ؟ يعني ما عندنا عهد مضى وانتهى، لا. نحن نحتاج إلى فقه مكة متى ما كنا مستضعفين، ونحتاج إلى فقه المدينة متى ما كنا أقوياء. كويس؟ ونحتاج إلى سيرة الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم متى ما تباعد العهد بيننا وبين العلماء. أي بلد الناس ما عندهم فيها عالم كبير يوجههم بيبقى وضعهم أقرب إلى العهد ما بعد عهد الصحابة، لأنه مات أهل العلم والصحابة هم أهل العلم. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا؟ قال آنف. الذين أوتوا العلم منو؟ ذي الصحابة. لما مات أولو العلم الصحابة وتباعدت الفترة بين أهل العلم وبين من بعدهم، كويس، وقع وضع بنحتاج له نحن في وقت ما. عشان كده شوف السيرة دي انت ما تقراها وانت مطنش ساي، اقرا بفهم. في المدينة قوي الإسلام واشتد عوده وعلى صوته، فكان أسلوب الأعداء التخفي. انتبه للنقطة دي، أسلوب الأعداء التخفي ولباس ثوب الإسلام. الأعداء طوالي ملصوا جلابية بتاعة شنو؟ اليهود، ولبسوا عمة الإسلام. ابن سلول بيخطب في مسجد رسول الله ويعظ الناس، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ده لمن إلقى نفسه مع ناسه. ها؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن. شوفوا نحن في هذه الأيام ربنا منا سبحانه وتعالى على هذه الدعوة وقهرت الأعداء وأسكتت صوت الباطل، والناس انهزموا في مناظرات ومناقشات، ومواقف الدعوة الثابتة فيما يتعلق بفتن البلاد جعل لها أقداما راسخة، وجعلت صارت حط أنظار لكثير من الناس ومواطن مطامع للكثيرين. وبالتالي أعرف سيتحول الأعداء من المواجهات المباشرة إلى لباس ثوب الدعوة. أي زول بيعمل لك فيها داعية، في واحدين أنا بعرفهم تب صفحات في الفيس
فلان ابن فلان الداعية. أسا صفحاته اسمها بقت الداعية، والله أنا بعرفه، لا عنده علاقة بالدعوة، لا شغال بها، لا مقتنع بها، وعدوا لي أنا اللي بعرفه أنا بس أكثر من 15 سنة قلبوا صفحاتنا اللي يومين دي الداعية. واحد يعمل لك جروب في الفيسبوك يسمي لك دعاة التوحيد، وهو خازوق كبير لا توحيد ولا عنده بو شغله.